حفل ضيوفه سلام باسم بندر سلام الى رجال الحشام علي اعلى وبالقرن الشيوخ الكرام الف مبروك عرسك يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها سعد في زواجك سكت جزل القصيد يا رفيق وخوي وسندي والعضيد لاجل عنك حضرنا من قريب وبعيد الف مبروك عرسك يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها اطنخ يا صديق الكفو والله اني اعدك لعضد واخو لك بقلبي مكان وقدر عالي السمو الف مبروك عرسك يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا لا 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 يا لا 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 انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا ولد شيخ له قدر رفيع ومهاب احمد الشيخ مراع الطيب سمح الجناب ذخر من ينتخي بل يحتمل الصعاب الف يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا لا 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 يا لا 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 انت شيخ المراجل وانت عنوانها واخوانك اشهد انهم من زحول الرجال محمد اللي مقام فوق روس الطوال المواقف علي اثبت ثبوت الجبال الف عرسك يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا لا 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 يا لا 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 انت شيخ المراجل وانت عنوانها ضاع لي فزعته افعال ما هي بقال بالمراجل عوض يجري كبار الفعول والله يشفي مطر وجعل همه يزول الف سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا لا 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 يا لا 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 انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا سلايل مقام العز واهل الفخر الي اعلى اهل الفزعات واهل السطر حي رؤوس السهم اللي ما تخشى الخطر الف يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا لا 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 يا لا 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 انت شيخ المراجل وانت عنوانها والله الناس همي اسم لهيبته روس بالقرن مجد شاهد سيرته لا بتنسى سعد منهم فالزمن لابته عرسك يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها يا لا 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 يا لا 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 انت شيخ المراجل وانت عنوانها والختام يا صلاتي على النبي يا الرسول والله يسعد عريسنا وعمره يطول والتوافق فله والسعاده ينول عرسك يا سعيد ابن احمد انت شيخ المراجل وانت عنوانها.